السؤال ده يا جماعه اللي هساله ليكم كجمهور السعودي الجميل والجمهور اللي بيحب الكوره بيحب الدوري السعودي دوري روشن واللي بيحب الهلال واللي بيحب النصر واللي بيحب الاتحاد واللي بيحب الاهلي، انديه جامده جدا يا جماعه، يعني حرام الاهلي وجماهيره ما يفوزش بطوله. شوف جماهيرنا الاهلي، ماكسيمان، كيسين، محرز، مندي، عندك اسامي جامده جدا، لكن ايه اللي بينقص النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ده بالجماهير دي محتاج ايه؟ ايه اللي بينقص النادي الاهلي عشان انه ينافس او ان نشوف النادي الاهلي في بطوله بينافس على الدوري بينافس على الكاس؟ ايه اللي بينقص النادي الاهلي على ان نشوفه في بطوله اسيا؟ ايه اللي بينقص نادي الاتحاد السعودي رومارينو وعبد الرزاق حمد الله بنزيما كانتي والاسامي دي كلها يا جماعه؟ ايه اللي بينقصه؟ يا جماعه في حاجه مش مظبوطه. النصر برضه انا نزلت بقول النصر عنده مشاكل، مش ده النصر اللي احنا متعودين عليه. الحاجه الوحيده اللي ناجحه في النصر كريستيانو رونالدو، على فكره عشان يبقى بيتفق معاكم، كريستيانو رونالدو 32 هدف وراجل صفقه يعني كسبانه، لكن في مشاكل دكه بدلاء النصر، النصر عايز لعيبه، النصر عنده عايز بدلاء، مين بديل تاليسكا لما بيغيب، اوتافيو، ماني، يعني انت برضو محتاج لعيبه معاك، محتاج لعيبه محليين، لعيبه دوليين. الهلال فرقه حلو قوي، بس انا وجهه نظري الهلال لازال محتاج واحد مكان كوليبالي. كوليبالي لعيب بطيء جدا، لعيب بطيء جدا، ومش الاسم اللي احنا مغرورين بيه، بالعكس كوليبالي بطيء، كوليبالي لعيب بطيء جدا، وفي مشكله كبيره جدا في عمق دفاعات الهلال. الهلال ما ينفعش يلعب ضغط عالي، ما ينفعش يلعب ضغط متقدم، لان عنده مشاكل شفنا واللي اظهرها جدا العين. العين اظهر مشاكل الهلال والنصر والمساحات اللي ورا والشوارع اللي ورا. ماذا ينقص الهلال على انه كان فوز باسيا؟ احنا طبعا نتمنى التوفيق لنادي العين الاماراتي اللي نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في مباراه نهائي دوري ابطال اسيا ان شاء الله كده ويتوج بالبطوله. فرقه عملت جيم عالي جدا، كريسبو عمل جيم عالي جدا، يمكن طريقه لعب العين وطريقه لعب الهلال وطريقه لعب النصر ساعدت العين على التالق. طريقه لعب الهلال وطريقه لعب النصر ساعدت العين انه يلعب على المساحات، طريقه لعب الهلال والنصر ساعدت على تالق سفيان رحيمي في المساحات والسرعات، واثبت ان الفرقتين ما عندهمش دفاع سريع، وغلط انك تلعب دفاع متقدم، المساحات دي استغلها كريسبو واستغلها سفيان رحيمي. المهم سؤالنا في الحلقه دي وسؤال الفيديو للجماهير السعوديه الجميله، ايه اللي بينقص الانديه دي؟ ماذا ينقص الاتحاد، الهلال، النصر، الاهلي، الشباب، الانديه دي كلها؟ هل بعد المليارات اللي صرفت دي والمبالغ دي كلها هل المردود انتوا راضيين عنه؟ ممكن جماهير الهلال لانه هيتوج بطوله الدوري والكلام ده كله وكان قاب قوسين او ادى انه يكمل في بطوله اسيا، لكن طب النصر ماذا ينقص النصر؟ انا هقول لكم واحده واحده، وعايز اقول لكم يعني لو مشينا بالهلال انا بقول الهلال محتاج مدرب. الهلال وجهه نظري وده رايي ليكم، عايزكم تقولوا رايكم فيه. الهلال فرقه تقيله، متروفيتش كويس جدا، بس انت محتاج مهاجم كمان بديل لمتروفيتش، مع احترامي الشديد لازم يكون عندك بديل لمتروفيتش مهم جدا. عندك سافيتشو نيفيز 10 على 10. كوليبالي محتاج يا اما واحد مع كوليبالي او واحد بديل كوليبالي، لازم يكونوا اثنين في قلبي الدفاع. تمبكتي لعيب ما يطلعش من الملعب لو الدنيا انقلبت، انا لو عندي تمبكتي احطه قبل بونو، تمبكتي، ولازم يكون كمان في حراسه مرمى بديل لبونو قويه جدا. ده انا وجهه نظري مع مدرب. الهلال مش محتاج لعيب كتير، عنده لعيبه محليين جامدين جدا، كانوا سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد، عندك الشهران، عندك البلي، اسامي جامده جدا. انا بعتقد ان الهلال يمكن مش محتاج غير راس حربه مع طبعا متروفيتش، ومحتاج سيرد باك جامد مع اللهم صل على سيدنا، يا اما يكون بديل كوليبالي او مع كوليبالي. لو رحنا بتهيألي للاتحاد، الاتحاد محتاج فرقه كامله وجهه نظري انا، حتى بحجازي الاتحاد محتاج فرقه، محتاج اسامي جامده، محتاج اسامي تيجي تصنع الفارق، محتاج تركيبه حلوه. يا جماعه كان نونو سانتو عارف التركيبه دي، كان في ايده العصايه السحريه بتاعت لما مشيناه جبنا لعيبه كتيره، واللعيبه يمكن عبد الرزاق الحمد لله انا بقول عليه، لكن لازم حد يجدد اللي عند اللعيبه دي، لازم يخليها تطلع. رومارينو لازم يكون موجود، مش ده رومارينو، احنا مشينا يا جماعه الاتحاد محتاج لعيبه، محتاج فرقه كامله وجهه نظري مع مدرب. مش عارف رايكم صح ولا لا معايا، محتاج لعيبه جامده جدا، محتاج اجنحه، محتاج اسم الاتحاد يرجع، محتاج الاتي، ده وجهه نظري. فما ينقص الاتحاد فرقه كامله وعناصر تليق باسم الاتحاد بجماهير الاتحاد العظيمه ومدرب قوي وخلطه حلوه عشان تشوف تنافس حلو مع الهلال وتشوف التنافس بقى لاخر متر ما بين الانديه دي كلها. طبعا الهلال قلنا والاتحاد، نروح بقى لمين؟ للنصر. النصر ما عنديش مشكله في كريستيانو رونالدو، لكن مين بديله لما بيتصاب او مش موجود؟ مين بديل تاليسكا؟ ما فيش. لما تاليسكا بيبقى مش موجود النصر بيتهز. لما بتشوف الخيبر في نص الملعب محتاج حد معاه،
محتاج حد معاه. انت معاك بروزوفيتش لعيب جامد جدا لكن برضو محتاج حد معاه. محتاج حد بروزوفيتش لما بيلعب بيميل لقدام يبقى في اتنين مع حد مع الخيبري بتبقى في مشكله كبيره جدا. محتاج دكه بدراء قوي. عندك غريب لما بينزل مكان ماني. انا بقول اذا الى الان ماني مش ده ماني اللي احنا عارفينه. ماني مش موجود. ماني تحس انه واكل كوارع مش هو خالص يعني. كوارع حتى مش مظبوطه. فلازم يعني دكه بدراء النصر تبقى احسن من كده. ولازم مدرب كمان يعرف يدافع. مدرب النصر ما بيعرفش يدافع. مدرب النصر بيلعب لقدام بس. فانا وجهه نظري النصر محتاج مدرب ومحتاج بعض اللعيبه اللي تقوي منهم اتنين سرد باكات قلبي الدفاع. لازم مع سلطان الغنام في اليمين. لازم يكون عندك كمان انت عندك تيليس في الشمال لعيب كويس جدا ولعيب مؤثر. بس انت محتاج كمان واحد قوي واحد بديل معاه. فانت محتاج واحد نص ملعب ديفندر قوي مع بروزوفيتش مع الخيبري. محتاج واحد مكان مانيه واحد سريع بنفس نوعيه تاليسكا مع كريستيانو رونالدو ومهاجم قوي مع كريستيانو رونالدو. ده غير المدرب اللي ما بيعرفش يدافع. انا بقول وجهه نظري المدرب ده هو اللي بهدل الدنيا. هو اللي وصل النصر ان هو يخرج بدون اي بطوله السنه دي. لو رحنا بقى للاهلي وجمهور الاهلي والنادي الاهلي انا بقول لا الاهلي محتاج سرد باكات جامده جدا. محتاج مهاجم غير عمنا فيرمينيو. محتاج كمان اللي قلنا مين يا جماعه اللي المهاجم السعودي اللعيب الجميل اللي من هدافين يا جماعه قلت اسمه يا جماعه حد يذكرني اسمه المهاجم. انت محتاج مهاجم كمان جامد صريح مركز تسعة كده بنوعيه متروفيتش يترجم عرضيات ماكسيماي كيسيم شغل محرز لعيب جدا. لكن الخلطه الهجوميه دي بتبوظ من الهجوم يا جماعه. يا جماعه اسمه يا جماعه انا فاكر اسمه يا جماعه ما تزعلونيش يا جدعان. يا جماعه اللي جمع رامز يا جدعان اسمه ايه؟ نجيب اسمه مهاجم يا جدعان بتاع الاهلي. يا الله عليكم يا الله عليكم. مش حد عارف يقول لي في بتاع المهاجم يا جدعان اللي جمع رامز يا جدعان ومع البليه اهو اهلي. ايوه يا جدعان ما ينفعش كده اهو. هنجيب اسمه لان انا بحبه جدا على فكره. بحبه جدا يا جماعه انا بحبه جدا. فين؟ لا يا عمي مين يا عمي كان مين الهلال عشان نجيب. استنى هو ده اللي هنجيبه هيطلع لنا الهلال. ايوه اخر ماتش مين عشان نجيبه. ايوه الاهلي يا جدعان اهو البركان. صالح البركان يا جماعه على النعمه انتوا جمهور الله يسامحكم. صالح البركان ده لعيب جامد جدا وهداف من الهدافين. لكن طريق يعني انا اسف مش تقليلا فيه لكن ما تقدرش تعتمد عليه انه يكون محطه. ما تقدرش يكون بيعتمد عليه انه محطه انه يطلع بالكرات العاليه انه يطلع يسند مع متروفيتش انه ينزل باللعيبه انه يسحب هنا انه يسحب هنا. انت محتاج مركز تسعه. انا معاك ان الفراوده في العالم كله اختفوا مركز تسعه لكن الاهلي محتاج يعني انت عندك فيرمينو ده يروح تحطه في نبله او في مدفع وتضربه على البرازيل. ماكسيما لعيب كويس جدا محرز مكسب طبعا. عندك كيسي لعيب جامد جدا لكن انت انا بقول ايبانيز ده لعيب جامد برضه بس انت محتاج اتنين ديميريل وهندي. ده انت محتاج اتنين في قلبية الدفاع. اتنين في قلبية الدفاع يا جماعة مع العمار الباكليفت. انا بقول يعني لو انت بصيت محتاج خط ظهر بالكامل في الاهلي. ده اللي محتاجه الاهلي. محتاج خط ظهر بالكامل. فيرود مع البريكان لازم يكون واحد جامد جدا في نص الملعب. ما عندكش حد مع كيسي. ما عندكش حد بيلعب مركز 10 ماشي فيرمينيو. يعني انت محتاج ثلاثة في نص ملعب. محتاج اقل شيء ستة سبعة لعيبة. ثلاثة نص ملعبك واربعة خط ظهر على الاقل. انت محتاج ودك بدلاء. قولوا لي رايكم ايه الانديه. ماذا ينقص الهلال؟ ماذا ينقص الاتحاد؟ ماذا ينقص النصر؟ ماذا ينقص الاهلي وجماهيره؟ هل محتاجه دعم من اللعيبه في اماكن وايه هي المراكز اللي انتم شايفينها ناقصه في الهلال وفي الانديه اللي انا قلتها؟ وهل الانديه دي محتاجه مدربين ولا لا؟ خصوصا ان هم عندهم جمهور عظيم جدا وقسما بالله الجمهور بتاع الاهلي لا تضرب له تعظيم سلام، الهلال تضرب له تعظيم سلام، الجمهور الاتحاد، جمهور النصر، الجمهور السعودي كله لهم احلى تعظيم سلام.